بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله الذي حمل الرسالة وبلغها للعالمين. بإذن الله نبدأ اليوم المحاضرة المتعلقة بإدارة القروض والاستثمارات، وهي المحاضرة التي كنا بدأنا بها سابقا، وكان هذا الجزء الثاني. سنبدأ الآن في الجزء الثالث عند نقطة توقف، وهو الموضوع المتعلق بخطوات منح القروض. كنا تحدثنا في المحاضرة الماضية على أنواع القروض وتقسيماتها والتصنيفات الشائعة فيها، وذكرنا العوامل التي تتعلق بطبيعة السياسة الإقراضية وما هي العوامل المؤثرة فيها، سواء كان من طرف البنك أو من طرف العملاء أو عوامل خارجية أخرى. الآن حتى نبدأ محاضرتنا هذا اليوم بإذن الله، نحاول فيه أن نستكمل كل ما يتعلق بهذا الفصل. نبدأ بموضوع الخطوات التي يتعين اتخاذها عند اتخاذ أو البدء في التمهيد لاتخاذ قرار منح الائتمان. أولا يجب علينا أن نحدد بداية ما هي المخاطر الائتمانية المحيطة بهذا العمل. طب ما هي المخاطر؟ إيش مفهوم المخاطر حتى نكون فاهمين يا أخواتنا يا شبابنا يا بنات؟ إيش المخاطر؟ مفهوم اللي بنطوي عليها حتى إحنا نكون مدركين عند اتخاذ قرار منح الائتمان، إن نحاول نتلمس هذه المخاطر ويكون قرارنا الائتماني مبني على أسس سليمة، ونتعرف من البداية إيش حجم المخاطر التي يمكن أن تواجه هذا العمل المصرفي. لأنه كما تعلمون أن أي عمل يقوم به البنك في مجال منح الائتمان ينطوي على مخاطر، وهذه المخاطر تكمن أين؟ تكمن في عدم قدرة الطرف الآخر على إيه؟ على سداد ما تم منحه إليه من قرض محملا بالفوائد، ومن هنا تظهر المشكلة. لذلك المخاطر طبيعتها تكون مرافقة للنشاط الأساسي لعمل البنوك، وكما تعلمنا سابقا أن طبيعة العمل المصرفي أساسا هو مبني على المخاطر، وبالتالي هذه المخاطر يجب أن نتلمسها ونتعرف كيف نضع لها تكميم، كيف نحدد هذه المخاطر ونديرها بطريقة سليمة. هذه المخاطر بمفهوم العام تنطوي على مشكلة عدم قدرة البنك على استرداد ما قام بمنحه من قروض، طبعا إيش كمان؟ ومضافا إليه الفائدة، سواء كان هذا الاسترداد على شكل جزئي أم كان على شكل كلي. وبالتالي في جميع الأحوال سوف نتعرض إلى خسارة. لذلك بهمنا احنا الان نكون عارفين يا ترى ايش المخاطر اللي احنا بدنا ايش نواجهها. طبعا هذه المخاطر مهمة جدا في عملية التقييم، لانه احنا من خلال هذه المخاطر نستطيع ان نحدد ما هي الجدارة الائتمانية للعميل، ما هي الجدارة الائتمانية للعميل، ثم كيف نستخدم معايير كمية ومعايير موضوعية نوعية، من خلالها نستطيع أن نحكم على هذه الجدارة للعميل، سواء كان القرار
منح القرض أو تخفيض حجم القرض أو الحصول على ضمانات. وبالتالي هنا سوف نبحث في موضوع العميل نفسه، وهذه المخاطر يجب أن تخضع حتى نحسبها بشكل سليم وبشكل دقيق، يجب أن تخضع لمعايير. هذه المعايير قد تكون معايير كمية وقد تكون معايير نوعية. طبعا أي دراسة لعميل، سواء كان عميل تجزئة أو شركات متوسطة صغيرة الحجم أو كان من كبار العملاء، هذه المعايير تؤخذ بالاعتبار وتطبق على جميع مين؟ على جميع العملاء، أيا كانت صفاتهم، أيا كانت حجم شركاتهم، أيا كان نوع التمويل المطلوب منهم. طبعا حتى نتكلم على موضوع هذا التصنيف، الكل يعلم أن البنوك تتعرض إلى منافسة شديدة فيما بينها، وفي نفس الوقت هناك وجود حجم كبير متدفق من طلبات الائتمان المقدمة، سواء على مستوى الأفراد أو مستوى التجزئة كما معروف، أو مستوى الشركات سواء كانت محلية أو شركات دولية. وهذه العوامل كلها بتجعل هذا البنك يحاول أن يتعرف على تصنيف هذا العميل، ويا ترى ما هو التصنيف؟ هل هذا عميل جيد؟ هل عميل رديء؟ هل عميل ينطوي على مشاكل في المخاطرة، لديه مشاكل مخاطرة عالية؟ كل هذه الأمور تؤخذ في الاعتبار عند وضع التصنيفات، ومن خلال وضع التصنيفات نستطيع أن نصل إلى رقم معين نحكم على هذا العميل، هل هو عميل جيد ولا عميل غير جيد. وبالتالي احنا حتى نخرج من البيانات الوصفية نحاول أيضا أن نتعرف على البيانات الكمية لهذا العميل. الآن بنتعرف على حاجة اسمها خصائص التصنيف الائتماني. إيش إحنا بنستفيد من موضوع التصنيف تاع الائتمان للعملاء؟ يعني إيش معنى التصنيف؟ إنه نضع للعميل، نضع له إيه؟ نضع له تصنيف معين، تصنيف عميل جيد، عميل رديء، عميل كذا، حسب نوع العميل. إيش مستفيد؟ أولاً الفائدة مهمة جداً هنا، لأنه بيعطينه سرعة ودقة إلى حد كبير في التعرف على درجة تقييم العميل. تقييم العميل من البداية غير كفؤ، جدارة الائتمان ضعيفة، أصبح قرار منح الائتمان لا يتم منحه. ثانياً بيعطيني شيء قريب من الدقة في تقييم الملاءة المالية للعميل. ومقصود هنا بالملاءة المالية للعميل يعني قدرة العميل على سداد القرض بشكل سليم في الوقت المحدد في الزمن المحدد بحجم الأموال والأقساط المتفق على سدادها. ثم أيضا يفيد هذا التصنيف بأن وحدة القياس اللي بنقيس فيها مع عميل ألف أو عميل باء أو عميل جيم تكون وحدة القياس متساوية وثابتة، تطبق على جميع العملاء الذين يرغبون في منح يرغبون أو يطلبون منح الائتمان. ثم هذا التصنيف إذا اعتمدنا عليه وفق بيانات تاريخية ومعلومات جيدة مبنية على أسس، مبنية على قواعد سليمة، سوف ينتج عنه التقليل من الخسائر، وهو يعتبر أحد الأدوات اللي من خلالها ندير عملية الائتمان منذ البداية، لأنه عملية منح الائتمان البداية هي العملية السليمة اللي من خلالها بنطلق وبيقوم البنك بمنح هذا الإقراض. طبعا من الميزة الأخرى لخصائص التصنيف الائتمان للعملاء أننا نخفض التكاليف المصرفية، لأنه إحنا بكون لدينا أسس ثابتة ولدينا معايير لا نحتاج إلى دراسة من البداية، على طول نستطيع أن نحصل على البيانات ونطبق في ضوء هذه المعايير هذه البيانات اللي حتفيدني أنا في عملية في عملية وضع أساس لهذا العميل.
طبعا هنا بدنا ننتقل بعد خصائص التصنيف لهذا العميل، بدنا ننتقل الآن ونعرف يا ترى إيش هي العوامل الكمية والعوامل إيش النوعية. العوامل الكمية والعوامل النوعية. العوامل الكمية والعوامل النوعية المستخدمة في عملية التصنيف، هننظر الآن إلى التصنيف على المستوى التجاري، وبعد ننظر إلى التصنيف على المستوى الفردي. يعني هناك بعض الائتمان، بعض أوجه القروض يتم منحها على المستوى التجاري لقطاعات معينة من الشركات، إلى موقع معين، سواء كانت شركات تجارية، شركات صناعية، أو شخص معين يرغب في فتح مشروع. التصنيف الائتماني طبعا على المستوى التجاري بيخضع زي ما حكينا إلى عوامل كمية. زيش أولا العوامل الكمية، هنتعرف على المركز المالي للعميل. انتوا عارفين طبعا اخذته في المحاسبة حجز مركز الائتمان للعميل، يعني نشوف ايش ميزانيته، ايش مركزه المالي، ايش عنده اصول وما عليه من التزامات. هاي واحد. اثنين، نتعرف على داء التشغيل لهذا العميل حتى نتعرف عليه، انه يا ترى هل هو عنده ربح ولا عنده خسارة، ايش مستوى الربح تبعه، هل هذا الربح هو مناسب لهذا القطاع، هل هذه الشركة تعرض لمنافسة شديدة وربحها متدني جدا، وبالتالي هنا مؤشر سلبي. كل هذه الأمور تؤخذ في الاعتبار قبل منح اتخاذ القرار حتى نكون عند تصنيف جيد من البداية. طبعا احنا لما نلجأ الى تحليل المركز المالي للعميل بدنا نتعرف على الرافعة المالية. ايش الرافعة المالية؟ الرافعة المالية المقصود بها يا ترى هل هذه الشركة اللي أمامنا طالبة للائتمان لديها قروض سابقة، عليها ديون مصرفية، لأنه الرافعة المالية لها علاقة بهيكل رأس المال وهيكل القروض. يا ترى كم حصلت الشركة على قروض أو ترغب في الحصول على قروض، ووجدنا أنه هذه الشركة رأس مالها ضعيف، يعني واخد ائتمان، واخد قروض، واخد كتير أشياء معينة من البنوك الأخرى أو حتى من البنك اللي احنا فيه اللي تطلب منه القرض، ولكن حجم هذا الإقراض كبير جدا، يصل إلى حوالي 70% من قيمة حقوق الملكية. يعني حقوق الملكية كلها من حجم المطلوبات تشكل 30%، و70% تمويل من وين؟ تمويل من البنوك. يعني صوروا واحد الآن عنده شركة رأس ماله 30% من حجم الأموال المطلوبة، وحصل على 70% تمويل خارجي، يعني هو معتمد في تكوين شركته وتكوين رأس المال الثابت من خلال إيه؟ من خلال الاقتراض من الآخرين. وهنا يبقى في خطورة، لأنك المفروض هذه الشركة تعتمد على إيه؟ تعتمد على أموالها الذاتية، خاصة في بداية تكوين إيه؟ رأس المال الثابت. من هنا الرافعة المالية مهمة جدا، اللي بتقيس العلاقة بين حجم المطلوبات وحقوق الملكية. من العوامل أيضا المهمة جدا إنه احنا ننتقل إلى تحديد كمي لبعض المعايير العامة. يعني مثلا احنا عرفنا الشركة وعرفنا مركز المال وتدفقات النقدية و كل هذه الأمور، وعرفنا الموقف وإيه صار عندنا فكرة كاملة عن الشركة وعن وضعها والرافعة المالية. طب يا ترى بدي أخش في أمور غير مالية الآن. ليه؟ لأنه في أمور غير مالية مهمة جدا. نشوف يا ترى إيش هو وضع إدارة الشركة اللي طالبة الائتمان. وهنا بنتكلم عن عوامل نوعية تقيس، مش كمية، عوامل نوعية، ولكن هذه العوامل النوعية نحاول أن نضع لها تقدير كمي. يقصد بها العناصر الأساسية في تكوين الجدارة الائتمانية للشركات والأفراد. يعني نفترض أنه إحنا في عنا 100 درجة، هدول بدنا نوزع 100 درجة في التصنيف الائتماني على جزئين: العوامل الكمية
المتعلقة بالمركز المالي، المتعلقة بالدفقات النقدية، المتعلقة بالأداء التشغيلي، المتعلقة بالرافعة المالية، المتعلقة بتحليل النسب المالية للشركة. كل هذه بسميها عوامل كمية. العوامل النوعية هي عوامل غير مالية، زي مثلا يا ترى الإدارة. فبعطي 50% فرضا للعوامل الكمية، وبعطي 50% لمين؟ العوامل النوعية. أول عامل من العوامل النوعية ما هو وضع الإدارة. إدارة الشركة بتعطيها اهتمام. هنا في هذا الشريحة أمامنا بدنا نحاول نفتت ونقسم إيه يعني معيار الإدارة، إيش وضع الإدارة. أول شيء بنقول مثلا وضع الإدارة، خبرات الإدارة، هل الإدارة عندها فعلا روح القيادة وصناعة القيادة؟ هل الإدارة ذات كفاءة؟ هل هناك في مؤشرات أخرى؟ معنى ذلك أنه أنا بدي أقيس الإدارة وضع لها أرقام معينة، هذه الأرقام هتكون مفيدة لي في إيش؟ في تحديد عامل كمي، نستطيع عامل رقمي نستطيع من خلاله أن نحكم هل الإدارة جيدة ولا ضعيفة ولا كفء أو ما شابه ذلك. هنا طبعا في هذا المعيار اللي أمامنا حط مثلا خبرات الإدارة 5%. طبعا هذا الكلام، هذا النسب هذه ليست نسب ثابتة وإنما هي نسب للاسترشاد. صناعة القيادة، هل الإدارة فعلا عند روح القيادة والتقدم والابتكار وإدخال الشركة في مجالات جديدة ومتطورة؟ الإدارة ذات كفاءة عالية ولا؟ ممكن واحد منكم يسأل كيف تقيس كفاءة الإدارة؟ بنقيس كفاءة الإدارة من خلال مؤشرات معينة، مثلا حجم الإنتاج، حجم المبيعات، التسويق، المعاملة مع الموظفين، سمعة الشركة، وضع الربح، نسبة الربح، يعني كل هذه تعطينا كفاءة لقدرة الإدارة. في مؤشرات أخرى كمان تدخل في الإدارة، مثل علاقة الشركة مع الشركات الثانية الأخرى، علاقة الشركة بالسوق، سمعة الشركة في السوق، يعني مؤشرات ممكن وضعها إيش وتفصيلها بشكل أفضل من هذا الشكل. اثنين، هندخل الآن في القطاع الذي تنتمي إليه الشركة. مثلا أعطاه وزن 15%، يا ترى هل هو قطاع في مجال تكنولوجيا المعلومات؟ ومجال تكنولوجيا المعلومات خلي بالكم مجال خطير. ليه؟ لأنه متقدم. إذا إحنا ما صرعناش وواكبنا عملية التطور في مجال تكنولوجيا المعلومات ممكن يأثر في أدائنا بشكل معين، وبالتالي هذا التطور مطلوب عند عناصر كفاءة متدربة فاهمة لها تحمل مؤهلات عليا لديها خبرات عالية جدا. يا ترى كمان نيجي في مجال التصنيف الائتماني التجاري، هذا كمان نقول الشركة هذه يا ترى معيار القطاع اللي تشتغل فيه، هل هناك في تنويع في هذه المنتجات أم معتمدين على منتج واحد؟ إذا معتمدين على منتج واحد ممكن يكون هذا المنتج أحيانا يتعرض إلى ظروف غير قابلة للتسويق، يواجهنا مشكلة معينة، وبالتالي أنا مهم جدا عندي أن أتعرف يا ترى ما هو حجم المنتجات وتنويعها التي تقوم الشركة بإنتاجها. هناك عوامل أخرى ممكن يتم وضحها تفسيرها، الخبرة العملية بتلعب دور في هذا المجال. ثانيا بنتكلم عن القيمة المستقبلية للدفعات المستقبلية، للدفعات القيمة المستقبلية للمنافسة اللي بتعرض إلها هذه الشركة. مثلا بنقول المنافسة هنا، معلش هنا الإشارة هذه خطأ، هنا هذا المؤشر زي ما انتم شايفين، معلش هذا خطأ، هو القيمة المستقبلية ما لهاش علاقة، نتكلم عن ايش؟ القيمة المستقبلية لوضع الـ مش دفعات مقدمة، وضع الشركة في السوق، يعني ايش حصتها في السوق. هنقول مثلا يا ترى ايش القدرة التنافسية للشركة، قديش حصتها في السوق، يعني القيمة المستقبلية متوقعة كحصة للشركة في السوق، مش مصدفعات متقدمة، كحصة سوقية في السوق أو قدرتها على التنافس. هذا طبعا مش شيء العبارة هذه. هنا الحصة السوقية 3% مثلا، يا ترى قديش الشركة حصتها في السوق. تأثير الشركة على الأسعار، هل الشركة قادرة على التأثير في الأسعار في السوق؟ يعني مثلا لو الشركة حبت تخفض السعر، هل فعلا شركتنا ضعيفة بتأثرش في السوق؟ رفعت السعر، هل آخرين لو رفعوا السعر إيش تأثيرهم علي أنا؟ إيش قدرة الشركة في التأثير على مستوى الأسعار تبع هذا المنتج؟
لأنه قد أكون أنا منتجي هو المنتج الوحيد أنا معتكره، أو لدي منتجين أقل مني جودة، أو أنا أقل منهم جودة وما شابه ذلك. إيش قدرتي في التأثير على هذه الأسعار؟ هناك عوامل أخرى أيضا تؤخذ في الاعتبار بتم تحليلها ووضعها ضمن نسب معينة. طبعا إذا ابتدأنا في معرفة فئات التصنيف بعد هذا المعيار، بلزمني أيضا بعد ما حطيت درجات كمية لمعايير الإدارة، مثلا نقول على 50 درجة مثلا اللي هي المعايير المتعلقة بالتصنيف الكمي، باجي أنا بقول يا ترى بدي أقسم هذه التصنيفات إلى نسب مئوية. أقول والله العميل مثلا المتميز 100% درجة التصنيف تبعه مفروض درجاته ما تقلش عن 80 درجة، يعني معاه مجال من 80 إلى 100 أعتبره درجة متميز. طبعا إحنا اتفقنا على المعايير الكمية الآن، وقلنا كيف المعايير الكمية، بنحط مثلا معيار معين، بنحط له وزن، ما بغيت بنجمع هذه الأوزان وبنشوف يا ترى هذه الأوزان كام العميل أخذ وزن. أخذ وزن 80 أصبح بنعتبره عميل متميز. أخذ وزن من 6 مثلا، أخذ وزن آخر من 86 إلى 98، نقول إيش هذا العميل؟ هذا العميل استثنائي. أخذ وزن مثلا من 86 إلى 98، نقول عميل هذا ممتاز. أخذ وزن من 80 إلى 86، نقول عنه إيش عميل قوي. وبالتالي هنا بنقسم المسألة إلى أوزان معينة، هذه الأوزان بتفيدني أنا في معرفة إيش وضع هذا العميل. طبعا العميل القوي بتلاحظ أن وزنه مثلا بوصل إيه من 80 إلى 86، عميل ممتاز كان من 86 إلى 98، العميل أحسن منه أكثر منه كان تقريبا من 96 إلى تكون هذه 96، هذه ما تصحوها يعني هي عملية مؤقتة، 96 مثلا إلى 98، ومن هنا من 98 إلى 100، يعني الأرقام هذه مش هي ثابتة، هي حسب ما بتم وضعه من قبل أي عميل معين من قبل البنك المعين بيحطوا هذه المؤشرات. هنا في هناك هذه الفئات كلها بتدخل ايش بين 80 و 6 يعني بين 80 و 100، كل هذا بنقسم العميل المميز هذا بنقسم ايش الى عميل استثنائي، عميل مميز، عميل قوي، وبالتالي بيدخل هذا ضمن فئه ألف وهو العميل المميز، يعني بكون هنا درجته تبدا من 80 وتنتهي ب 100. مثلا زي ما قلنا العميل القوي بيبدا من 80 ل 86، اذا كان ممتاز من 86 الى 98، اذا كان استثنائي يعني فوق الممتاز بكون هذا ايش من 96 من كلها بخضع ايش كلها بخضع تحت مسمى العميل المتميز. في تصنيف اخر احد العملاء ما حصلش على تصنيف عميل متميز او عميل استثنائي متميز، في عميل عادي. هذا العميل العادي الدرجات تبعته تتراوح ما بين وين؟ ما بين 66 والثمانين، وانا حنقسمه الى عميل جيد مثلا اي بي تتراوح درجته من 80 ل 76، عميل مقبول من 60 الى 70 بنسميه عميل ايش مقبول تتراوح درجته من 76 الى ايش الى 70. العميل الضعيف درجته تكون ايش بي سي تتراوح درجته من 60 الى 69، وعند العميل تحت الرقابة العميل الضعيف يعني عميل هذا بكون إيه وضعه سيء ضعيف جدا، وبالتالي بنأخذ قرار ائتماني سواء في حجم ائتمان حجم الضمانات نعطيه ائتمان ما نعطيه ائتمان. العميل تحت الرقابة بكون تصنيف سي، وهذا الدرجة تتراوح دائما يعني في حدود من 50 إلى إيه إلى 60. طبعا فئات التصنيف الائتمان غير العامل، ائتمان غير عامل ايش معنى ائتمان غير عامل؟ يعني ائتمان غير فعال، يعني انا بعطي العميل بفكر اقول والله بدي اعطي واحد ائتمان، يا ترى هذا الائتمان حنجد انه غير عامل، يعني ايش مش دوران ما ليش سرعه الدوران، يعني بعطيه فلوس وممكن ترجعش في مخاطر عاليه.
طبعا هذه اللي صنفنا هذا العميل الى باعتبار ائتمان غير عامل، هذا بيخضع لتعليمات البنك المركزي. يعني بنقول هذا العميل وضعه سيء، وبالتالي هنا بنحط نخبر البنك المركزي، والبنك المركزي بوجهنا كيف نتعامل مع هذا العميل وما هو وضعه. وبالتالي هذا العميل هنصنفه الى ثلاث اجزاء ايضا. عميل دون المستوى، يعني مستوى، يعني مستوى مش المستوى المطلوب، وهذا بنعطيه تصنيف A مثلا، هذه تراوح درجته من 40 الى 50. عميل مشكوك في تحصيله، زي ما قلنا في زمان كنا نسميها الدين، مشكوك في تحصيله، بكون درجة الائتمان تبعه تصنيفه منخفض من 30 الى 40. اي عميل بحصل على درجة تصنيف اقل من 30 و 40، من 30 و 40 هنعتبره هذا عميل مشكوك في تحصيله او كدين مشكوك في تحصيله. العميل الرديء هو اللي تكون ايش؟ يعني درجته وصلت الى 30 درجة فاقل، وبالتالي هذا العميل يعتبر عميل ايش؟ عميل رديء، يعني عميل دينه ممكن يؤدي الى الهلاك او الى الاعدام. طبعا من الممكن زي ما اتفقنا انه نعمل احنا ايضا تصنيفات، تعديلات على هذا التصنيف. هذا التصنيف ليس معناته انه ثابت، هذا معايير استرشادية نستفيد منها كيف نحط تكميم لبعض العناصر النوعية زي الإدارة، زي مثلا هيكل الشركة، مجلس الإدارة، خبراتهم، نحط لها تكميم معين. أصبح هنا هذا التعديل اللي إحنا ممكن وجدنا أنه تقتضي الظروف أنه نعدل حسب المخاطر اللي موجودة أمامي، وإيش التعديل هذا بده يؤثر سلبا بده يؤثر إيجابا. مثلا ممكن إجراء تعديلات على تصنيف العميل، وهذه مهمة جدا وفقا للمخاطر المحيطة بالعمل الموجودة. لأن في ظل ظروف سائدة في الاقتصاد، في ظل ظروف سائدة في هذه الصناعة بالذات، في ظل ظروف سائدة لنوعية العملاء اللي بتعامل معهم الآن، وبالتالي بضع له تصنيف، هذا التصنيف ممكن أثر بشكل إيجابي أو يأثر بشكل سلبي في ضوء إيش؟ في ضوء أنا تعديل التصنيف بسبب فترة التسهيلات. يعني يعني مثلا بدي أقوم أنا بإعادة تعديل التصنيف هذا، لأنه فترة التسهيلات المطلوبة مني فترة طويلة جدا، أصبح أنا ممكن أزيد المخاطر. فترة مش طويلة، فترة قصيرة جدا ممكن أعدل التصنيف تبعي. مثلا هيكل المديونية اللي حصل عليه هذا العميل من بنوك تانية، من البنك تبعي، هل أخذ قرض ثم أخذ قرض جدد تاني، الفترة الزمنية، هيكل المديونة نفسها تحت الشركة نفسها هل تغير ما تغيرش، الشركة حصلت على ديون أخرى من بنوك أخرى أو لديها ديون غير قادرة على التسديد، هيكل المديونية اللي حصلت على الشركة، كل هذه الأمور بتعاود تخليني أنا كبنك إن أعيد درجة التصنيف وراجع تصنيف هذا العميل، وبالتالي ممكن أخذ درجات أقل أو درجات أعلى. يا ترى قدم لي ضمانات أخرى معززة، قدم لي ضمان الطرف ثالث، يعني كل ما زاد الضمانات أكيد إيش هترتب عليه هنا إنه تصنيف هذا العميل حيكون إيش أفضل لصالحه، سواء ضمانات قوية أو ضمانات كانت أقل قوة شوية، حسب نوعية الضمانات نستفيد منها في إيش، في إنه فعلا نحدد التصنيف الجديد لهذا العميل وكم هو ممكن يكون حجم الإقراض اللي بدي أمنحه له بطريقة تحمي البنك من أي مخاطر قد يتعرض لها. طبعا لو إجينا احنا نتعرف على التصنيف الائتماني الشخصي، الآن تكلمنا عن التصنيف التجاري، والآن بنتكلم عن التصنيف الائتماني على مستوى الشخص الواحد، يعني زي إيش أفراد التجزئة. أولا لابد أن ننظر إلى بيانات المقترض. أول نقطة ننظر إليها في بيانات المقترض، ما هي الملاءة المالية للمقترض. نفترض بيانات المقترض كلها هنعطيه مثلا وزن 20%، أصبح في 80% تانية هنعطيها لأوزان أخرى. هنتكلم مثلا إيش بيانات المقترض، يا ترى ما هي الملاءة المالية؟ يعني مقصود بالملاءة المالية هل الشخص عنده قدرة على تسديد القرض الذي سوف يحصل عليه بدون تأخير، يعني يتوفر مصدر سداد. مثلا عنده دخل راتب ثابت، بيشتغل في شركة كبيرة، بيشتغل في حكومة، بيشتغل في مكان آمن مش معرض للمخاطر، بيشتغل مثلا في شركة خاصة، ولكن الشركة طبيعة السلعة تعيتها ممكن غير قابلة للتسويق، وبالتالي ممكن يؤثر على راتبه، يؤثر على المزايا، كل هذا أمور تؤخذ في الاعتبار. يعني الملاءة المالية للمقترض
يا ترى هل هي قوية؟ هل هي عالية؟ نعطيها وزن نسبي مثلا قول 20%. ننظر إلى الدخل الشهري الثابت لهذا الشخص، هل هذا الشخص دخله ثابت؟ هل عنده دخل آخر مثلا؟ عنده عقارات مأجرها، بياخذ راتب تقاعدي، عنده استثمارات، عنده أسهم، عنده، يعني ناخذ الدخل الشهري الثابت بالإضافة إلى العوامل الأخرى الإضافية الأخرى اللي مش علاقة بالثابت، إلى علاقة بحاجات متغيرة زي إيجار مثلا، في عنده جهاز جزء تقاعد، في عنده استثمار أسهم، استثمار سندات في أماكن معينة. أيضا من العوامل اللي بتعزز الملاءة الائتمانية للعميل اللي هي وجود أصول له، يا ترى هل هي عنده أصول مملوكة له؟ عنده عقارات، عنده أسهم، عنده أمور كده، يعني أمور هذه بتعزز من الوضع المالي للعميل، عنده أراضي، عنده مباني، عنده عقارات. أيضا بدنا نهتم كمان إيش هناك التزامات على العميل، يا ترى هل عليه التزامات على آخرين؟ يعني عليه التزامات مفروض يسدد ديون على الآخرين. كل هذا الأمر بتم إيش الاستفسار عنه من قبل العميل، وضمن مستندات يتم تقديمها. بعد كده بنيجي كمان ضمن التصنيف الائتماني الشخصي هذا، إن أنا بدي أشوف يا ترى إيش البيانات الديموغرافية للعميل. نعطينا هذاك الوزن 20% الملاءة، تشوف البيانات الديموغرافية. إيش معنى قصود البيانات الديموغرافية للعميل؟ يعني هذا العميل يا ترى إيش وضعه بالضبط كفرد؟ إيش عمره؟ الجنس تبعه؟ شهادته؟ هل هو طبيب؟ هل هو مهندس؟ هل هو محاسب؟ هل هو دكتور؟ هل هو كذا كذا؟ هذا كل الأمور بتأثر. هل هو مهني؟ هل هو كذا؟ كله بتأثر في إيش؟ في وضع التعامل معاه. حالته الاجتماعية، إيش حالته الاجتماعية؟ أعزب، متزوج مثلا، والله مثلا متزوج قد يكون عنده التزامات. الأعزب ممكن صح الآن فيش عنده التزامات، لكن مستقبلا ممكن يكون عنده التزامات أخرى، وبالتالي معطيه وزن معين مثلا، فرضنا 8-2%. يا ترى عنده أولاد بعيلهم، عنده أسرة كبيرة وبعيل الأب وبعيل الأم وعنده التزامات اجتماعية، نعطيه مثلا وزن 2%، وزن منخفض. ليه؟ لأنه كل ما كان وزن منخفض كل ما كان البنك إيش عمل تحوط أكثر لأي مشكلة قد تحدث في المستقبل. هل العميل مواطن مثلا ولا مقيم في الوطن؟ يعني هو أجنبي مقيم عندنا في الوطن، وهل إقامته سارية مش سارية؟ نعطي له وزن معين، 1% 2%. إذا كان صاحب العميل هذا عنده شهادة عالية مثلا زي الدكتوراه، شهادة متعلم مش درجة عالية، أصبح وزن بكل كويس، هذا أفضل من العميل اللي بيكون مثلا غير متعلم أو ما عندوش تحصيل أو كذا، لأنه ممكن تواجه مخاطر في هذا الموضوع. طيب أيضا بهمني أيضا في مجال هذا التصنيف نتعرف على جهة العمل التي يعمل فيها هذا العميل. جهة العمل وين يا ترى؟ هل هو بيعمل في قطاع حكومي؟ بنعطي له وزن أفضل. بيعمل في قطاع مثلا خاص بيكون وزنه أقل، لأنه وضع الوظيفة الحكومية يمكن أكثر ديمومة وثبات من الوظيفة الأخرى، وبالتالي بيتم تدرج بشكل نسبي حسب طبيعة ومتانة وقوة وكبر حجم الجهة اللي بيعمل فيها. شركة بيعمل في شركة عملاقة مشهورة، ولا بيعمل في شركة صغيرة كده؟ أكيد اللي بيعمل في شركة كبيرة بده يأخذ وزن ائتماني أفضل من اللي بيعمل في شركة صغيرة، لأنه مخاطر الشركة الكبيرة هذه، صحيح أنه شركة لكن شركة عريقة في السوق وشركة مشهورة ومعروفة ولا خبرة طويلة، وبالتالي هذا يعني في درجة الاستقرار الوظيفي لهذا العميل في هذه الشركة أفضل من درجة الاستقلال الوظيفي للعميل آخر في شركة أقل حجم أو أقل مثلا جودة أو منتجاتها في السوق مش معروفة. يعني بيتم التصنيف حسب وضعية الشركة اللي بيعمل فيها. أيضا العمر تبع الشخص طالب الائتمان، عمره كبير، نعطيه مثلا كم وزن؟ إيش المهنة اللي بيشتغل فيها؟ والله مثلا أستاذ جامعي، أستاذ في دكتور في مستشفيات، طبيب عنده مجال عمل أكثر. يعني كل ما كان الشخص عمره أكبر كلما إيش المخاطر بتزيد شوية. عمره صغير يعني شاب ناشئ في جيل الشباب، معنى ذلك إنه الوزن تبعه بكون إيش أفضل من إيه من واحد عمره أكبر، لأنه عمره أكبر ممكن يعرض لمشاكل معينة، سواء مشاكل صحية أو مشاكل في يتعلق بالماديات أو أمور معينة. كل هذه الأمور تؤخذ في الاعتبار، ولكن وزنه ما بكون كبير، بس تؤخذ في الاعتبار كوزن معدد مشان نميز بين شخص عمره أصغر وعمره شخص إيش بيختلف عنه في العمر أو السنوات الفئة العمرية تبعه.
سلوات الخدمة، يا ترى هذا الشخص هل هو حديث العمل في هذه الشركة اللي بشتغل فيها أو في هذا الجهاز الحكومي؟ هل هو شخص مدة طويلة جدا؟ طبعا كل ما كان الشخص مدته أطول وعنده خبرة أطول، كل ما كان الشركة اللي بشتغل فيها والجهة اللي بشتغل فيها إيش بكون؟ بكون هذا الشخص إيش معروف، سلوكه جيد، عنده احترام معين، عنده راتب عالي، إلى وضع اجتماعي، إلى وضع اجتماعي داخل الشركة، وضع وظيفي جيد داخل الشركة، وبالتالي في هذا الأمر بنقول إيه هذا فعلا سنوات الخبرة تبعته مفيدة جدا في تحديد درجة الائتمان والتصنيف المتعلقة بهذا العميل. وبالتالي سنوات الخدمة مهمة جدا، ممكن أعطيه وزن مثلا 3%، أقول هذا مثلا والله خبرته بسيطة 1%، خبرته متوسطة نعطيه 2%، خبرته طويلة نعطيه مثلا 3%. نشوف أيضا ضمن التصنيف الائتمان الشخصي للعميل، يا ترى علاقته مع البنوك الأخرى، إيش علاقته مع البنوك الأخرى؟ مثلا تعامل مع البنوك الأخرى، إيش كان تعامله مع البنك فترة سابقة، سواء البنك إحنا اللي إحنا بنعطيه ائتمان أو تعامل مع بنوك أخرى. سجل التاريخي للعميل معنا إحنا كبنك، أخذ قرض كده وسدده، ما أخذش قرض قبل كده، أول مرة أول تجربة، إيش يا ترى تعامل مع بنوك تانية؟ طب كيف نعرف إنه هو تعامل مع بنوك تانية أو ما تعاملش، وإيش وضعه؟ هنا في حاجة في البنك المركزي في اسمه مركزية المخاطر، في جهاز في عندك هناك إدارة اسمها إدارة مركزية المخاطر، بيتم التواصل معها والاستفسار عن هذا العميل، هل هو حصل على قروض من جهات أخرى مثلا زادت عن مبلغ معين بيتم تحديده من قبل البنك المركزي أو السلطة النقدية، إنه أي عميل بيحصل على قرض من أي بنك معين بيكون عنده بيانات مالية قدمتها البنوك إلى البنك المركزي، مشان هذا يكون عنده إيش تصنيف ائتماني ومعروف إيش المخاطر المحيطة بهذا العميل. مثلا عميل حصل على قرض من بنك معين وهذا القرض زاد مثلا عن حد معين، ونفترض مثلا 10,000 دولار، هذا العميل بيكون له بيانات موجودة عند البنك المركزي أو سلطة النقد، حتى يكون إيش معرفة إيش بتطور، إيش التطورات اللي صارت على القرض اللي حصل عليه العميل. طبعا البنك اللي أعطى القرض هذا بيوافي البنك المركزي بالبيانات المتعلقة بهذا العميل، كم المبلغ اللي حصل عليه، إيش سدد منه، ما هو متعثر، هل هو كان جيد عميل جيد ولا، وبالتالي كل عميل بيحصل على مبلغ معين يتجاوز سقف يقوم السلطة النقدية أو البنك المركزي بتحديده، نجد بياناته بشكل سري محفوظة عند وين؟ عند البنك المركزي. لما يقوم البنك التجاري اللي الآن اللي بده يمنح القرض لهذا العميل بالتعرف على وضع هذا العميل مع البنوك الأخرى، ما عليه إلا اتصال كتابيا برقم هوية العميل إلى البنك المركزي أو سلطة النقد مثلا في فلسطين، والتعرف على المركز لائتمان العميل وما هي المخاطر التي قد حدثت معه، سواء كان عميل جديد وفيش مخاطر أو هو عميل قديم ولديه مشاكل معينة، ليس لديه مشاكل، ما هو القرض القروض اللي حصل عليها وكيف كان تصرفاته في سداد هذه القروض. تسمى هذه الدائرة دائرة مركزية المخاطر في سلطة النقد. طبعا بهمنا أيضا الاهتمام في تعامل العميل مع البنوك الأخرى، وإيش أنواع الحسابات اللي فتحها عندهم، هل هي حسابات ودائع مع ذلك عنده أموال، هل حسابات جارية، هل هو ائتمان قائم، مدى اقتراضه حاليا من البنك، يعني إيش المدى اللي طالب القرض فيه هو، وإيش حجم حساباته اللي عندي، حجم الأموال، حجم رصيده، هل عنده شيكات مرتجعة، هل عنده سحبات كثيرة، هل عنده إدعاءات كثيرة، طبيعة النشاط طبعه، إدعاءاته تتلائم مع طبيعة النشاط، يعني كل هذه الأمور بتعطينا مؤشرات حول إيش التصنيف الائتماني للعميل كتصنيف شخصي في علاقته مع البنوك الأخرى. طبعا الربط بين التسعيرة وشروط منح الائتمان، لما أنا بدي أحدد تسعيرة الائتمان كم مثلا، هل أكون سهل معاه في منح الائتمان لأنه والله العميل جيد، عميل تصنيفه حيكون جيد جدا، عميل حيكون ممتاز، أتسهل معه في تصنيف منح الائتمان، أو ممكن أعمل له مثلا ميزة معينة إن أخفض له في سعر الفائدة، أو مثلا بدل ما يكون 4% يكون 3.5%، لأنه هذا عميل جذاب، الأموال اللي بياخدها ممكن حيرجعها تاني، وبالتالي لأنه بتوفر عنده إيش هو مصدر لسداد هذه الأموال. ومن هنا نستطيع القول
انه يعني احنا لما نحدد هذا العميل ونرغب في منحه هذا القرض بيعطيني مجال انه اقيم الجداره الماليه تبعته، وان اتساهل معه ويكون في عندي مرونه في منحه، في تعديل تسهيله التعديل تسعيره منح الائتمان، وبعطي له سعر فائده ايش مفضل. نيجي الان كمان النقطه الثانيه، نوع الائتمان والضمانات المقدمه. الائتمان الشخصي ايضا احنا ما زال في اطار الائتمان الشخصي، يا ترى ايش نوع الضمانات اللي بدي يقدمها العميل؟ مثلا بدي يقدم لي سكن، يقدم لي سياره، يقدم لي اوراق ماليه، ضمان راتب، اوراق تجاريه، اسهم، سندات، عقارات، ايش نوع الضمان اللي بدي يقدمه لي؟ بنعطيها وزن معين مثلا 20%، ولكن برضو داخل 20% بنعمل اوزان متدرجه داخلها حسب نوع الضمان وخطوره هذا الضمان نفسه. كمان أيضا ضمن التصنيفات مثلا نعطي الإقامة والسكن 10%، يا ترى هل هو بسكن إيجار ولا امتلاك؟ هل هو مستأجر ولا صاحب عقار؟ إذا صاحب إيجار مع ذلك أنه في عنده مرافقات تتعلق بهذا الإيجار، ما بعطي له 10% كامل، النقطة 10 نقاط كاملة، بعطي له مثلا أول 5 نقاط، لكن واحد عنده مستأجر ومتأجر قيمة الإيجار عالية جدا. موقع السكن يا ترى هل هو في منطقة راقية، منطقة ضعيفة شوية؟ يعني لأنه هذا كلها بتأثير تعكس شخصية هذا المقترض وإيش الإمكانيات اللي ممكن من خلالها بسد، وهل هذا الشخص لديه الدخل اللي يغطي إيجار السكن أو اللي مستأجره، وهل هو مثلا عدد أفراد عائلته كتير. يعني كل هذه الأمور بتعطيني مؤشرات حول هذا العميل وقدرته على إيش، على سداد هذا القرض اللي بيحصل عليه من خلال معرفة برضو بنعطيه وزن نسبي قليل مثلاً قول 10%. عشان نفهم هذا الموضوع بشكل أفضل خلينا الآن مثلاً ناخد مثال بسيط. ومثلاً في شركة معينة، شركة الإسراء، تقدمت إلى بنك لغرض منح قرض بمبلغ 1,000,000 دينار. عندما قمنا بتصنيف هذه الشركة ضمن العوامل النوعية حصلت على 20 نقطة من أصل 25. طبعاً نقول العوامل النوعية كلها ممكن تصل ل50، لكن خلينا نقول مثلاً ضمن عوامل النوعية أعطناها 25 نقطة معيارية، حصل على 20. يا ترى كم يعني الوزن النسبي بده يكون؟ سهلة. أولاً بنحاول نستخرج التصنيف المرجح لشركة الإسراء وبنحط لها رمز معين مشان نقول نعطيها ائتمان أو ما نعطيهاش إيش ائتمان. إيش عمل هنا؟ قال لك أولاً هو حصل على كم؟ حصل على 20 نقطة من أصل 25. أصبح هنا بيجي بنقسم، شوف المؤشر وين، بنقسم 20 على 25، هاي 20 نقطة اللي حصل عليها هذه، بنقسمها على 25 هنا وبنضربها في 100، بطلع التصنيف المرجح للعميل هذا 80%، وبالتالي بكون تصنيف هذا العميل 80%. هذا التصنيف أصبح إحنا كنا حاطين معيار سابق، لما يصل العميل إلى 80% تصنيفه إيش نعتبره؟ هل ضمن شريحة الممتاز ولا شريحة الجيد جدا ولا شريحة المقبول؟ هنا لو رجعنا للستاندرد أو المعايير اللي إحنا كنا حاطينها نقدر نحط العميل ونحطه في المكان اللي هي الشريحة اللي بتلائم وتتوازى مع هذا التصنيف، ونقول له والله مثلا أنت عميل فعلا، عميل تصنيفك AC، مثلا AC يكون عميل يعني إيش؟ في المستوى المطلوب، مش متميز ولكن يعني إلى حد ما قريب من وين؟ من المتميز. مثال آخر، نفترض أن الملاءة والمركز المالي للعميل قد حصل على 11 نقطة من أصل 15 فرضا، يعني في نقطة معينة حصل عليها مثلا 11 نقطة من أصل 15. هنقول تعال 11 تقسيم 15 زي ما انت شايفين هنا، 11 نقطة اللي حصل عليها هذه بنقسمها على اللي هو المعيار الستاندرد الموجود 15. 11 تقسيم 15 مضربة في 100 بيعطيني 73.3%. وبالتالي ايش وضع 73؟ نرجع لجدول المعايير وبنشوف يا رب تصنيف 73% وين بيجي في اي شريحة؟ بيجي مثلا في شريحة BB. وبالتالي هنا بيعكس هذا الرمز وين التصنيف العميل، هل هو BB عميل جيد او عميل مقبول او عميل ممتاز، يعني كل هذا نرجع لBB وبنشوف بالضبط ايش اسم هذا العميل، وين موقع هذا العميل في التصنيفات اللي حطناها في جدول التميز بين عميل وعميل اخر. طبعا في اطار التعرف ايضا على الرقابه اللي بيقوم فيها البنك المركزي
وبطلب من البنوك اللي بسموها الرقابة على الائتمان، بدنا ناخذ حاجة اسمها الرقابة جانب الرقابة الكمية، في عندي حاجة اسمها الرقابة النوعية على الائتمان. طبعا الرقابة النوعية على الائتمان هي معزز لمفهوم الرقابة الكمية. الرقابة الكمية يعني كيف نضع رقم كمي نصنف فيه العملاء. هناك رقابة نوعية على الائتمان. رقابة نوعية يعني يقوم بها المركز البنك المركزي في ضوء دراسة النشاط الاقتصادي للبلد، دراسة حاجة البلد إلى منتجات معينة، إلى التركيز على منتجات، إلى تقليل مثلا من استيراد سلع معينة، بيحاول إيه ينمي الصناعات المحلية، يدفع نحو زيادة الإنتاج المحلي وتنشيط الوضع الاقتصادي بسبب الحاجة إله. وبالتالي هنا بهمني مثلا زي حاجة بسموها الاقتصاد الناتج المحلي الإجمالي، يا ترى في تراجع، هل في تراجع عن السنوات الماضية، عن الشهر السابق، عن الربع السابق، للسنة الحالية، كل هذه الأمور تؤخذ في الاعتبار حتى توجه الرقابة النوعية للائتمان. مثلا وجد البنك المركزي أنه أدوات الرقابة الكمية مش فاعلة بشكل كبير، أصبح بتلجأ لوين؟ إلى حاجة من الرقابة النوعية. والرقابة النوعية تعضد وتساند ما يعرف باسم الرقابة الكمية. إيش الأدوات اللي بيستخدمها البنك المركزي في التأثير على الائتمان نفسه؟ يعني اليوم البنك المركزي له تأثير على البنوك، وبالتالي هو بيستطيع توجيه البنوك، بقول له أنا والله معايير الائتمان الكمي 1 2 3 4، ولكن يا بنوك إحنا اليوم في عنا مشكلة في الزراعة. هذه المشكلة إنه المنتجات الزراعية ضعيفة، لأنه أنتوا رافعين معدلات الفائدة على المزارعين. إحنا في عنا العقارات، قطاع العقارات ضعيف، أثر معي في الناتج المحلي الإجمالي، فيش تنشيط، البلد شبه واقفة. فأنا بدي أنشط هذا القطاع وبدي أخليه يسرع في عملية الإنتاج. إيش بعمل؟ بروح البنك المركزي بقول إحنا بنخفض سعر الفائدة على قطاع الإنشاءات، وبالتالي بناء المصانع، بناء العقارات، بناء الشقق، التوسع الإسكاني والعمراني بيكون سعر الإقراض ضعيف شوي، أقل، مش ضعيف، آسف، هو أقل شوية من سعر الإقراض. ليش؟ للمنتجات الأخرى. ليش؟ هدفي إني أنا أحفز هذا الصناعة أو هذا النشاط بحيث نزيد تنشيطه، وبالتالي نشجع المقترضين على أنه ياخذوا في هذا المجال مشان أحفز ويش ونزيد من كمية النشاط وكمية الإنتاج لهذا القطاع. قطاع مثلا الإسكان، قطاع العقارات، قطاع التجارة، قطاع الزراعة، قطاع الاتصالات، قطاع التكنولوجيا، وين في قطاع معين يرغب البنك في تنشيط هذا القطاع لظروف تخدم الاقتصاد المحلي عندنا ويزيد من القدرة الانتاجية وتشغيل العمالة والمحافظة على استقرار الأسعار، يقوم البنك المركزي بتوجيه البنوك على تخفيض سعر الفائدة مثلا لهذا القطاع، وبالتالي زيادة حجم الائتمان، هدفه تنشيط هذا القطاع وإيش، وبالتالي هذا متسمى الرقابة النوعية على الائتمان. يعني كيف نوجه الائتمان تبعي اللي بتمنح البنوك إلى مسارب أو إلى جهات معينة هدفها تحفيز الاقتصاد وتنشيطه وخروجه من دائرة الكساد إلى دائرة النشاط، حتى يصير عندي إيش نشاط واسع وتخدم جميع القطاعات المختلفة. البنك المركزي بيستخدم صلاحياته فيش أيضا في تحديد سقف ائتمان لقطاع معين. لكل ما تعطوه في قطاع الإسكان ما يزيدش عن كذا مثلا، حددوا سقف معين. ليش؟ أنا مش عايز يزيد عن هذا. في قطاع الزراعة ما تعطوش عن كذا، في قطاع معين. وبالتالي بالإضافة إلى التحفيز في مجال تخفيض سعر الفائدة، ممكن يكون كمان نوع آخر من الرقابة النوعية إن أحط سقف محدد لا يجوز تجاوزه فيما يتعلق بكل بنك لمنح قطاع معين التسهيلات الائتمانية. في كمان أيضا التوجه من البنوك المركزية الآن بدأ موجود عندي، وهو اللي هو كيف نتجه إلى حاجة اسمها البنوك الشاملة. يعني البنوك الشاملة بحيث أنه هذا البنك يكون هو بيكون هذا البنك هو قادر على توسيع وخلق مجالات عمل استثمارية واسعة، يعني يقوم بعمل البنوك التجارية وعمل البنوك المتخصصة، وبالتالي يعني بيكون بنك شامل كل أنواع البنوك. زي ما احنا تعرفين في التصنيفات زي ما أخذنا سابقا، في عندنا بنك تجاري، عندنا بنك عقاري، عندنا بنوك إسلامية، عندنا بنوك كذا. هذا بيكون البنك شامل كل القطاعات اللي احنا عايزينها، وبالتالي قادر على منح التمويل سواء كان قصير الأجل أو متوسط الأجل أو إيش أو طويل الأجل. أيضا ضمن الأعمال الائتمانية اللي بيقوم فيها البنك أيضا
دي حاجة كنا أخذناها زمان في، كان أخذتوها في مبادئ المحاسبة زي ما أنتم عارفين، اللي هي حاجة بيسموها خصم الأوراق التجارية. إيش يعني خصم الأوراق التجارية؟ خصم الأوراق التجارية معناته إنه أنا تعرف إنه في التجارة في حاجة، عملية التجارة بتصير بين بائع ومشتري، بيتم الدفع إما نقدا أو من خلال الشيكات. لما يتم الدفع نقدا أو من خلال الشيكات، هذه عملية الدفع هذه بتتم من خلال البنوك. بيحصل العميل اللي اشترى بضاعة مثلا من واحد تاني، انه هذا البائع يحصل على الشيك او يحصل على فلوسه نقدا. في كمان تجارة كنا نستخدم ايضا حاجة اسمها اوراق القبض واوراق الدفع. يعني مثلا العميل هذا اشترى بضاعة من واحد، بيصدر حاجة اسمها ورقة ايش؟ ورقة الدفع. بيعطيها لمين؟ بيعطيها للشخص مين؟ البائع. وبالتالي البائع بتسميها من وجهة نظره ورقة قبض. ورقة القبض وورقة الدفع هي اللي بيسموها الكمبيالات، اللي بنسميها الأوراق التجارية. أنا بعت بضاعة لواحد فرضا، وبالتالي ما سدد لي اليوم ثمن هذه البضاعة، اتعهد إنه يسددها لي مثلا بعد، قول مثلا بعد 6 شهور. وبالتالي بده منه مبلغ معين بعد 6 شهور. أنا بعطيني ورقة، هذه ورقة أنا باخذها عندي تسمى ورقة إيش؟ ورقة قبض، لأن قبضتها أنا يعني في إيدي. بس هو اللي اعطاني الورقه، ايش بسميها؟ بسميها ورقه دفع. البنوك ما لهاش علاقه بالقبض والدفع، لان هي مش عمليه ما بين بائع ومشتري، بسميها ورقه تجاريه او بسميها كمبياله، وهي كمبياله فعليا. هذه الكمبياله الان اللي مع البنك، الموجوده مع العميل، يستطيع العميل ان يقدمها الى البنك. يقدمها على البنك ايه؟ لاجل ايش؟ يحصل على سيوله سريعه. يعني بالضبط انا كعميل معي كمبياله هذه، بقول للبنك يا بنك خذ الكمبياله هذه واعطيني بدلها فلوس. ايش معناته كده من الناحيه العمليه؟ انه البنك اخذ الكمبياله مني واعطاني بدلها فلوس حاضره. طب ليش؟ على اساس انه البنك بده يحصل قيمه هذه الورقه في تاريخ استحقاقها. تاريخ استحقاقها بعد 6 شهور. اصبح البنك اعطاني فلوس حاضره اليوم، سوف يحصل على هذه الفلوس متى؟ بعد 6 شهور. من مين؟ من الشخص المسحوب عليه الكمبياله. بنك الان اخذ كمبياله مني، اشتراها، يعني بمعنى خصم الكمبياله، اقول كده بالتعبير التقليدي، اشترى الكمبياله البنك. يعني البنك اشترى ورقه تجاريه. البنك في ايده ورقه تجاريه الان، زي الورقه اللي في ايدينا هذه، ورقه تجاريه فرضا، هذه الورقه التجاريه اخذها البنك اليوم. كم قيمه ورقه؟ فرضا 10,000 دينار. البنك ما بيعطيني 10,000 دينار، بيعطيني أقل من ذلك. ليه؟ لأنه بيقول لك هذه ورقة قيمتها كذا، ومعدل الفائدة في السوق كذا، والمدة الزمنية كذا. بضرب الثلاث عوامل هدول، قيمة الورقة في معدل الفائدة في السوق، في إيه كمان؟ في المدة الزمنية. ثلاث متغيرات لما يضربوا في بعض بيعطيك حاجة اسمها قيمة الخصم. 10,000 دينار مضروبة في معدل الفائدة قيمة الورقة 10,000، معدل خصم 5%، مضروبة في المدة الزمنية مثلا 6 شهور، في 6 على 12 بيعطيك قيمة الخصم. أصبح الورقة هذه اللي قيمتها 10,000 دينار ممكن يطلع قيمة الخصم 500 دينار، وبالتالي البنك قديش بيعطيني؟ 9,500 دينار. ليش البنك أخذ 9,500؟ أعطاني 9,500 دينار، أخذ 500 دينار. هذه هي قيمة الخصم أو قيمة الفائدة اللي أخذها إيش؟ البنك مني، لأنه أعطاني فلوس حاضرة على اساس انه يحصل قيمتها متى؟ بعد فتره معينه. هذه اللي بسموها ايش؟ خصم الكمبيالات. طبعا خصم الكمبيالات يعتبر نوع من انواع الائتمان، لان البنك بيدفع المبلغ اليوم وبيحصل على قيمته متى؟ في تاريخ لاحق. من ضمن الائتمان ايضا في حاجه بسموها الائتمان غير المباشر. ايش مقصود بالائتمان غير المباشر؟ يعني الائتمان هذا اللي هو لا يترتب عليه التزام إلا إذا وقع حدث معين. خلينا نفهم إيش الالتزام غير المباشر. قال لك عبارة عن كفالات أو ما يعرف باسم خطابات الضمان المصرفية. إيش خطابات الضمان المصرفية؟ عبارة عن تعهد صك، يعني ورقة محررة مكتوبة يتعهد بموجبها البنك أن يدفع إلى المستفيد. مين المستفيد؟ مقابل طرف ثالث. أصبح عندي 3 أطراف. أصبح الكفالة والضمان هما 3 أطراف. من هما؟ في عميل البنك والبنك نفسه، هاي 2. في طرف ثالث. من هو الطرف الثالث؟ الطرف الثالث اللي بتعامل مع العميل. أصبح الطرف الأول في عميل البنك، والبنك نفسه هي الطرف الثاني، والطرف الثالث
الذي يتعامل مع العميل نفسه. طب هذا الشخص يتعامل مع العميل نفسه اسمه مستفيد بالكفالة. في علاقة بينه وبنك؟ مش شرط، ممكن بعرف بنكه بعرفوش، له حساب ولاش حساب، لكن عميل البنك له حساب في البنك. أصبح عميل البنك والبنك هذول لهم علاقة مع بعض، لأنه حساب العميل في البنك نفسه. الطرف الثالث هذا علاقة بين العميل وبين الشخص هذا اللي بسميه الطرف الثالث. هذا الطرف الثالث له علاقة ببنك؟ مش شرط، قد يكون وقد يكون لا. ليش الطرف العميل تاع البنك هذا العميل الطرف الأول بروح على البنك بده كفالة من البنك، بيطلب كفالة من البنك مشان يكون هو إيه يكفله أمام الطرف الثالث. طب ليش؟ لأنه بيكون في علاقة بين العميل وبين الطرف الثالث. هذا الطرف الثالث هو المستفيد من الكفالة. إيش علاقة؟ هذا العميل بده يورد بضاعة للطرف الثالث هذا المستفيد، يجيب البضاعة من الخارج، بده نكفله في الدخول في عطاء، بده أخذ دفعة مقدمة مقاول مثلا، أخذ دفعة مقدمة من بده يأخذ دفعة مقدمة من صاحب العقار اللي هو الطرف الثالث، بده يقدم ضمان نهائي. كثير من أنواع الخطابات الضمان مطلوبة جدا، سواء كان خطاب ضمان ابتدائي، خطاب ضمان نهائي، خطاب ضمان صيانة، خطاب ضمان دفعة مقدمة، خطاب ضمان جمركي، يعني كثير من أنواع خطابات ضمان مين تلزم في الاقتصاد هنا. وبالتالي مين هو الجهة اللي بتكفل هذا العميل؟ ما بنفع كفالة اجتماعية، هنا كفالة البنك هي الكفالة اللي تعتد بها. ليه؟ لأنه البنك هو شخصية اعتبارية تحترم نفسها في الاقتصاد. البنك شخصية اعتبارية ما بيقدر يتراجع عن كفالته، خلاف الكفالات الشخصية اللي بناخدها ممكن يتراجع تحت حجج معينة، عنده مشكلة معينة، ولكن البنك كفالته مضمونة بدرجة عالية جدا جدا، لأنه هذه البنوك هي جزء من الجهاز الاقتصادي في البلد، وجزء من القطاعات الاقتصادية التي تحترم توقعاتها وتحترم تعهداتها، ولديها قدرة على الدفع والوفاء بالالتزامات. طبعا هذه الكفالة مهمة جدا لأنها بتسير العمل. ليش سميت هذه الكفالة جزء ائتمان؟ هو لغاية الآن لما البنك يصدر هذه الورقة ويتعهد بالدفع ما في مشكلة، ما دفع فلوس، مجرد أنه كفل كفيل. لكن متى تتحول هذه الورقة من ائتمان غير مباشر إلى ائتمان مباشر؟ سميت ائتمان غير مباشر ليه؟ لأنه البنك لم يدفع أي فلس ولم يدفع أي قرش حتى هذه اللحظة، ولكن ممكن البنك يدفع هذه الأموال. متى بدفع هذه الأموال؟ إذا قام من يحمل هذه الكفالة اللي هو من هو سمناه مين؟ شباب مين سمناه؟ الطرف الثالث. طلب من بنك قال له يا بنك ادفع قيمة الكفالة. طب ليش هذا الطرف الثالث بطلب من البنك دفع قيمة الكفالة؟ لأنه اختلت العلاقة بينه وبين العميل. برضا العميل هذا اللي هو قد يكون مقاول فرضا لم يوفي بالتزاماته معي أنا كطرف ثالث، أنا بقول للبنك ما دام أنت كشتوفي بالتزاماتك يا عميل أخذ، أنا حبعت البنك يسجل الكفالة. إيش معنى يسجل الكفالة؟ يعني يدفع قيمتها نقدا. وبالتالي هنا بصير المشكلة بين العميل وبين البنك، لأن البنك حيدفع الفلوس. بعد يدفع الفلوس لمين؟ ضمن شروط الكفالة أنها ليست معلقة على شرط. يعني إيش مش معلقة على شرط؟ معناته لو هذا المستفيد طلب من البنك دفع قيمة الكفالة يجب على البنك أن يدفعها فورا دون قيد ولا شرط بدون نقاش، وبالتالي هذه كفالة مضمونة. لو طلب من البنك دفع قيمة الكفالة حتنتقل المشكلة بين البنك وبين عميله. بين البنك وعميله يا ترى هل هذه البنك كم كان مغطي نفسه؟ هنا المخاطر، هنا المخاطر يا أخوة شباب تبهوا علينا، هنا المخاطر. الكفالة اللي أصدرها البنك الآن تحولت من ائتمان غير مباشر إلى ائتمان مباشر، لأنه هنا البنك دفع. لما دفع البنك تحول هذا التعهد أو هذا الضمان إلى من ائتمان غير مباشر إلى ائتمان مباشر. وبالتالي يا ترى هنا المشكلة حصلت مع البنك ومع عميله. هل هناك ضمانات قدمها العميل للبنك يحمي نفسه البنك من المخاطر؟ إيش حجم الضمانات؟ إيش الضمانات النقدية بسموها التأمين النقدي اللي قدمه العميل؟ إيش التأمينات الأخرى العينية اللي قدمها العميل؟ هنا قدرة البنك على استرداد أمواله اللي دفعها للمستفيد تتوقف على إيش نوع الضمانات وحجم الضمانات اللي إيش اللي أخذها البنك من عميله. أيضا ضمن ما يعرف باسم
الكفالات الغير مصرفية أو الائتمان غير المصرفي، ما يعرف أيضا بإيه اللي هو الاعتمادات المستندية. الاعتمادات المستندية والكفالات في نقطة كده محاسبية هنتكلم عنها اللي هي تظهر خارج الداخل الميزانية وخارج الميزانية، هنتكلم عنها بعد شوية. إيش الاعتمادات المستندية؟ الاعتمادات المستندية هي عبارة عن عمليات قيام البنك بفتح ما يعرف باسم الاعتماد المستندي، يعني يقوم البنك بإصدار خطاب لمين؟ إلى بنك خارجي بناء على طلب عميل محلي لصالح طرف رابع. أصبح الاعتماد المستندي يتعلق باستيراد بضاعة، بدي أصدر بضاعة أو بدي أستورد بضاعة. طب لما أصدر وأستورد بضاعة إيش علاقة البنوك في هذا الأمر؟ له علاقة، لأنه البنك العميل اللي بده يصدر البضاعة برا بده إيش؟ هل هو بيعرف المستورد؟ ما بعرفوش. هل يا ترى يقوم هذا العميل بشحن البضاعة إلى المستورد الخارجي ويطلب من المستورد الخارجي أن يدفع له قيمة بضاعة قبل الشحن؟ ممكن المستورد الخارجي ما يدفعلوش، لأنه ممكن مش متأكد أنه فعلا يشحن البضاعة وما يشحنهاش، يعني في مخاطرة. النقطة الثانية، ممكن لو شحن البضاعة ممكن الشخص المستورد ما يدفعش قيمتها. طيب هذا بخوف مين؟ من طرف المصدر. طيب المستورد بقول طب ادفع البضاعة مسبقا، اصبر وانا بعطيك بعدين بعطيك بعت لك البضاعة. وكيف ادفع، كيف ادفع المبلغ انا كمستورد قبل ما تشحن البضاعة؟ برضو في مخاوف من الطرف الثاني، يعني كلا اثنين خايفين من بعض. ليه؟ لانه المستورد مش معقول يدفع ثمن البضاعة قبل ما تسجله، والمصدر مش معقول يشحن البضاعة قبل ما يستلم ثمنها. اصبح هنا في مخاوف من كلا الطرفين. عشان نحاول احنا نفكك هذه المعادله الصعبه شويه، هنا بدخل حاجه اسمها البنوك بين الطرف، بين المستورد وبين ايش؟ المصدر. هذه المعادله بدخل فيها البنك. مين البنك؟ في بنك محلي اللي هو بنك المستورد، وفي بنك خارجي بنسميه بنك المصدر. يعني اصبح الان عندي اربع اطراف، في بنك محلي اللي هو بنك المستورد، وفي بنك خارجي البنك المصدر. كيف ترتبط العلاقه بين اربع اطراف هذول؟ أولاً بدأت ربط العلاقة بتكون علاقة بين المستورد وبين المصدر من خلال التصوال، النت، التلفونات، المراسلات اللي بتتم منهم بأي وسائل من وسائل التقنيات المعروفة. بتم التواصل بين الطرفين، بتتفقوا على البضاعة وعلى مواصفاتها وعلى كيف يتم شحنها وكيف يتم تغليفها وكيف يتم الدفع والمستندات المطلوبة وكل ما يتعلق بتفاصيل البضاعة بالكامل بتم الاتفاق عليها بين المستورد وبين المصدر. لغاية هذه اللحظة طبعاً البنوك ليست طرف في هذا الموضوع. بعد ما اتفقوا اثنين على شروط الدفع والنوع البضاعة ومواصفاتها وتغليفها وكل ما يتعلق بالترتيبات المتعلقة بعملية الشحن والباخرة اللي هتشحن وسيلة النقل ومتى توصل ومتى يتمش، كل هذا الأمور بتم الاتفاق عليه بين الطرفين. بيجي المستورد على البنك المحلي تبعه بقول يا بنك أنا بدي الآن أفتح اعتماد مستندي لصالح مين؟ لصالح مصدر برا. ايوه، هنا طبعا بيانات هذا المستورد معروفه عند البنك المحلي، بده البنك المحلي يتعرف على بيانات مين؟ بيانات المصدر. والمصدر ايش بياناته؟ انه ايش مصنعه ومتى حينتج ومتى حيجيب البضاعه وايش كذا كذا وكل هذه الامور، وايش المصرف اللي بتعامل معه برا. في الحاله هذه اصبح البنك المحلي صار عنده بيانات عن المستورد وصار عنده بيانات مهين عن المصدر، إما أن يقبل فتح الاعتماد أو يرفض فتح الاعتماد. إذا قبل فتح الاعتماد، طبعا قبل فتح الاعتماد بده يطلب منه مستندات، أعطيني رخصة تجارية، شركة مسجلة، أعضاء مجلس إدارة الشركة، قرار الشركة بالاستيراد، موافقة بوليصة التأمين على البضاعة اللي بدك تستوردها، بدنا فاتورة مبدئية بسموها بروفورما بالبضاعة اللي بدك تستوردها، قديش قيمتها. بدي كمان تجيب لموافقة البنك المركزي اللي بيسموه إيش، يعني على أساس إذن بيع عملة، لأنه البنك المركزي لأنه هذا الاعتماد المستندي هترتب عليه دفع مبالغ بالعملة الأجنبية، العملة الصعبة مش عملة محلية، وبالتالي هات موافقة البنك المركزي على إيش؟ على الموافقة على الفتح الاعتماد المستندي، وموافقة من وزارة الاقتصاد، موافقة من البلدية، كل هذه الموافقات بيتم تجميعها وتسليمها إلى البنك المحلي. البنك المحلي يقوم بمخاطبة مين؟ المصدر،
ولكن ما بخاطبه بشكل مباشر، بخاطبه من خلال البنك الخارجي. لو مين بنك خارجي؟ بكون هو عميله البنك المصدر. يعني بكون بنك خارجي بكون ايه، هو البنك المصدر عميله مين؟ عميل للبنك الخارجي، احد زباينه يعني. طبعا في هذه الحاله كل هذه عمليات التجاره الدوليه بتخضع لمين؟ بتخضع لحاجه اسمها اللي هي وثيقه الاعتمادات المستنديه الدوليه، اللي هذه تعتبر ايه، اللي هي صادره على الامم المتحده، اللي بتصدرها غرفه التجاره والصناعه في باريس في فرنسا. هي بسموها ايش، اللي غرفه التجاره الدوليه اللي بتنظم حركه التجاره الدوليه، وهذه ايش، غرفه تابعه للامم المتحده تضبط عمليات الاستيراد والتصدير بين دول العالم. طبعا هذا عمليه ليه؟ مشان لانه كثره المشاكل اللي بتصير في العالم بين المصدر والمستورد والبنوك المحليه، فهذه الوثيقه اللي وثيقه الاعتمادات المستنديه اللي بتنظم حركه سير البضائع وانتقالها وحريه انتقالها ودخولها وخروجها والضرائب والمرالي، وثيقه بتم الاتفاق عليها سواء في الجات اللي هي وثيقه التجاره الحره الالكترونيه عبر الحدود، او بين ايش، حسب ما تصدره من ايش، من وثائق الاعتمادات المستنديه بيعززها وين، اللي هي غرفه التجاره والصناعه الدوليه في باريس. طبعا احنا هذا ما لناش علاقه فيه وندخل في تفاصيله، ولكن بهمنا ايضا البنك الان لما يصدر خطاب الضمان. ايش يعني يصدر خطاب الضمان؟ يعني يقوم البنك ايه بعمل ايه، بيصدر ورقه. هذه الورقه عباره عن صك معزز بالمستندات الكامله، وبرسلها البنك المحلي الى البنك الخارجي. من ضمن هذه الاوراق بقول له ايش، بقول له احنا يا بنك كذا كذا في تركيا فرضا فتحنا، قررنا فتح اعتماد مستندي لصالح مصدر عندكم اسمه فلان، بيسكن في كذا، شركة كذا 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 كذا، بقيمة مثلا $1,000,000. بصل هذه الورقة مع مستنداتها لمين؟ إلى البنك الخارجي. البنك الخارجي هيتصل بالمصدر يبلغه أن هناك وصل له موافقة على الاعتماد المستندي. يقوم المصدر في هذه الحالة إيش؟ بدء تجميع البضاعة وتجهيزها، وبيتم تجميعها وشحنها وين؟ على المركبة أو على السفينة في الوقت والتاريخ اللي بيتم تحديده. طبعا بكون عند شحن البضاعة بكون موجود مين؟ مندوب البنك الخارجي ومندوب من غرفة التجارة والصناعة الدولية، مشان ايش، يعاين البضاعة ويتأكد انه هذه البضاعة التي سيتم شحنها من ميناء في تركيا الى فلسطين فرضا، هذه بضاعة مطابقة للمواصفات المتفق عليها في الوثائق اللي تم من خلالها فتح الاعتماد المستندي. بتم الاتفاق عليها الآن وعلى كل هذه المستندات، وبتم شحن البضاعة والتأكد أنها مطابقة للمواصفات الوثائق مطلوبة. بتم هنا بحصل بستلم، بتم نقل البضاعة من الميناء على ظهر السفينة، وهنا يكون طبعا ربان السفينة أو كابتن السفينة بيصدر حاجة اسمها وثيقة أو بوليصة الشحن، إنه عزيز بوليصة الشحن، وهي مستند ناقل للملكية. يعني انتقلت ملكية البضاعة من البائع أو المصدر، انتقلت لمين؟ انتقلت مسؤوليتها بالكامل كإيه؟ مش إلى كابتن السفينة، يعني السفينة الناقلة أصبحت هي المسؤولة عن البضاعة، وبالتالي ينظر إلى وثيقة الشحن هذه أو بوليصة الشحن بأنها مستند ينقل الملكية، نقل الملكية من المصدر إلى مين؟ إلى الشركة الناقلة، وبالتالي الشركة الناقلة هي تعتبر كأنها مالك البضاعة وليست هي المالك النهائي، إنما هي المالك إيش؟ المؤقت. يتم شحن البضاعة الآن. عندما تشحن البضاعة الآن لغاية هذه اللحظة المصدر ما حصل على أمواله، بيكون في ضمن اتفاقيات الاعتمادات المستندية أن يتم دفع المبلغ أتصايت عند الاطلاع. إيش عند الاطلاع؟ يعني مجرد ما يتم تقديم وثائق الشحن يجب على المستورد دفع القيمة. طب مين احنا بيدفع القيمة؟ المستورد راح يدفع القيمة مين؟ البنك المحلي اللي هنا. وبالتالي بعد مرور 24 ساعة عند الاطلاع، معناته بعد مرور 24 ساعة من شحن البضاعة يجب أن يحصل المصدر على أمواله. كيف بده يصير أمواله؟ بروح للبنك تبعه اللي برا في تركيا بقول له هات الفلوس بعد 24 ساعة. البنك الخارجي بطلب من مين؟ بطلب من البنك المحلي، والبنك المحلي بطلب من مين؟ بطلب من المستورد دفع القيمة. في جميع الأحوال سواء المستورد دفع أو ما دفعش، يجب على البنك المحلي بموجب وثائق الاعتماد أن يتم دفع المبلغ إلى المصرف الخارجي، والمصرف الخارجي بيدفع المبلغ لمين؟ إلى المصدر، وبالتالي يحصل المصدر على أمواله كاملة حسب نصوص الاتفاقية اللي تمت من اثنين وحسب قيمة البضاعة اللي تم شحنها.
الآن هنا المشكلة، ليش سمي هذا اعتماد مستندي، سمي اعتماد غير مباشر؟ لأنه بتلاحظوا أمامنا أنه الآن البنك المحلي دفع الفلوس، طب يا ترى هل في المقابل خصم القيمة من حساب المستورد؟ هل المستورد دفع الفلوس أو ما دفعهاش؟ والله دفع الفلوس، ما فيش مشكلة، البنك ما خسر، أخذ فلوس البنك من المستورد وأعطاه لمين؟ أعطاه للبنك الخارجي وأخذ عمولاته وأتعبه، ما فيش مشكلة. لكن نفترض أنه هنا المستورد كان حسابه مكشوف خلال المدة هذه، صار عنده مشكلة، غير قادر على الدفع، الضمانات اللي أخذها البنك غير كافية سواء كانت نقدية أو عينية، هنا بصير المشكلة، أصبح تحول الائتمان غير المباشر إلى إيش؟ إلى ائتمان مباشر، لأنه البنك دفع من وين؟ ما دفعش من أموالي أنا كعميل، دفع من أموالي من أموال الخاصة. من هنا سمي ائتمان إيش؟ غير مباشر، لأنه قد يتحول إلى ائتمان مباشر في حالة إيه؟ في حالة العميل لم يقم بالدفع. من هنا بتبدأ خطورة هذه الاعتمادات، إنه بده يكون البنك أخذ احتياطياته من البداية في أنه المبلغ اللي بده يدفعه يكون مبلغ مضمون وعنده ضمانات يغطي قيمته، يغطي أي مشاكل موجودة قد تحدث في هذا الموضوع، وبالتالي بيحمي نفسه البنك من أي مخاطر قائمة. هذه الاعتمادات المستندية أو خطابات الضمان تسمى زي ما قلنا هي حسابات مؤجلة الدفع، وبالتالي سميت ائتمان غير مباشر لأنه ممكن يحدث الدفع أو لا يحدث الدفع، لهذا السبب سميت ائتمان غير مباشر للتفرقة بينها وبين الائتمان المباشر اللي بيتم الدفع فورا وفي الحال زي حالة السلف وحالة القروض وخصم الكمبيالات أو الحسابات التجارية المدينة. هذه الحسابات من ناحية المحاسبية تظهر في دفاتر المصرف كحسابات خارج الميزانية، وتظهر في دفاتر الشركة أو الشخص اللي قام بالاستيراد أو التصدير أيضا بيسموها خارج الميزانية. ليش خارج الميزانية؟ يعني بتعرف الميزانية مقسمة، حتكون عندنا خدنا ميزانية واحدة معروف اللي عبارة عن البيع والشراء والالتزامات مترتبة عليها مدينين ودائنين، يعني أرصدة حركة المعاملات اللي تمت، هذه كلها معاملات تمت بشكل مباشر تنعكس أثرها وين؟ في الميزانية، زي النقدية، البنك، المدينون، الدائنون، استثمارات، القروض، كلها موجودة في الميزانية لأنه هي لها علاقة بشكل مباشر. حسابات خارج ميزانية بعد ما نجمع الميزانية طرف الأصول وطرف الخصوم نقوم بإثبات هذه الالتزامات. يا ترى كم هو حجم الضمانات أصدرها البنك؟ هذا تعهد أصدر البنك. ما هو حجم الاعتمادات اللي أصدرها البنك؟ هذا تعهد برضه من قبل البنك. هذا تعهد وهذا تعهد. الأول تعهد الكفالات إنه حيدفع قيمة الكفالة إذا أخل العميل بالتزاماته. الاعتمادات إنه حيدفع قيمة البضاعة عند أول مطالبة بها أو عند الاطلاع أو حسب صورة الاعتماد. يعني في النهاية هذه الأمور تعتبر تشكل التزام على البنك. التزام غير مدفوع الآن ممكن يدفع. هذه الأرقام تظهر فيها بعد ما نجمع الميزانية في المرحلة الأولى، بنيجي تحت الميزانية في جانب الأصول بنكتب اعتمادات مستندية تحت يعني التزامات، وبيجي في الطرف الثاني نقول تعهدات اعتمادات مستندية، نكتب تعهدات كفالات والتزامات كفالات، نسميها في جانب الأصول تعهدات ونسميها في جانب الخصوم التزامات، مسميات معينة. يعني هذه المسميات هدفها إيه؟ نحدد ما هو حجم المخاطر المحيطة بالبنك. هذه مخاطر، ليه مش مخاطر؟ لأنه قد يتحول هذا الالتزام اللي موجود اليوم كالتزام كورقة تعهد أو ككفالة يتحول إلى عملية دفع إيش؟ عملية دفع حقيقي، وبالتالي ينظر إلى هذه الالتزامات خارج ميزانية بأنها على درجة كبيرة من الخطورة. خطورة ليه؟ لأن أي دفع قد يترتب خلال بهذا التزام والدفع عليه يترتب عليه دفع مبالغ كبيرة، ودفع المبالغ الكبيرة هذه قد يتأثر في المركز المالي للبنك. من هنا بدأ الآن ينظر إلى الاعتمادات المستندية والكفالات بسبب كبر حجمها وكثرتها وتعددها وجود منافسة وحركة التجارة الدولية السريعة كل هذه، إن حجم هذه يجب أن يسيطر عليه البنك المركزي. كيف؟ وبيعمل تقنين، مفروض ما يزيدش حجم الالتزامات خارج الميزانية عن حد أو سقف معين، ليه؟ حتى نحمي البنك من أي تدهور أو أي مشكلة قد تحدث في هذه الاعتمادات أو في هذه الكفالات، وبالتالي هذه الضوابط وضعها البنك المركزي. من هنا جاءت تسميتها من الالتزامات خارج الميزانية لأنه خارج الإطار الطبيعي للعمليات المباشرة اللي بيقوم فيها البنك، وبالتالي ظهورها في رقم مستقل خارج الميزانية يعتبر أمر مهم جدا مشان يعطيني مؤشر ما هو حجم المخاطر اللي قد تحدث
فيما لو صار مشكلة معينة في هذا الالتزام خارج الميزانية. نكتفي بهذا القدر في الجزء الثالث في موضوع اللي هو الائتمان والاستثمارات، وإن شاء الله بنكمل معاكم في الجزء الرابع ما تبقى من هذا الفصل، وهو حاجة بسيطة كيف ندير عملية الاستثمارات في المحافظ الاستثمارية. يعطيكم العافية، وإن شاء الله نلقاكم مرة ثانية في الجزء الرابع، وانتبهوا الآن بأن تدرسوا وتتابعوا الدراسة لأن الامتحانات اقتربت على الأبواب إن شاء الله، وهذا مهم جدا أن نتابع، والفصل هذا مهم جدا أيضا ضمن باقي الفصول الأخرى، فالكل ينتبه، وأي استفسار وأي نقطة غامضة ممكن تتصلوا بي بشكل مباشر أو من خلال واتساب أو حتى على الجوال، وأنا برجع لكم بنوضح لكم أي نقطة غامضة في هذا الموضوع. يعطيكم العافية وبارك الله فيكم، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، ودمتم بخير وعلى بركة الله.